أمنيا دائما تمكن عناصر أمن دائرة عموشة في ولاية سطيف من وضع حد لتاجرين كانا يعرضان مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت مشروبات غازية، مشتقات حليب ومواد أخرى نهزت 100 وحدة تم حجزها وإتلافها. وخلال عملية ثانية تم حجز 3 قناطين لحوم البيضاء مجهولة المصدر. التفاصيل في ميكروفون مراسلنا فارس شايب. من وضع حد لممارسات 3 تجار كانوا يعرضون مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت مشروبات غازية، مشتقات الحليب ومواد أخرى ناهزت 100 وحدة تم حجزها وإتلافها إثر مداهمة لمحلين تجاريين لبيع اللحوم البيضاء وسط مدينة عموشة. تم حجز ما يناهز 20 قنطار من الدجاج إضافة إلى كمية هامة من الأحشاء مجهولة المصدر كانت موجهة للاستهلاك، لا يحوز أصحابي على أي وثيقة إدارية أو بيطرية.